قنوات المجد للأطفال، أمان لطفلك وراحة لبالك. والروح لعبد العزيز. عزوز السلام عليكم. عزوز أهلا. هلا والله عزوز، كيف حالك؟ الحمد لله بخير. يا أخوي وينك يا أخوي عزوز؟ من زمان عنك يا أخي. وش أسوي؟ والله يا أخي لا تزعلنا يا عزوز يا أخي، والله زعلتنا يا أخي. وش فيك؟ ما يصير كذا، ما يصير الكلام هذا يا عزوز. ها؟ صح صح. أتوقع أنك شغلتك التجارة والأشياء هذه، صح؟ إيه هذا صح. ما شاء الله، إيش تجارتك طيب يا عزوز؟ ألعاب. ألعاب؟ ما شاء الله تبارك الله. إن شاء الله كم محل بتفتتح إن شاء الله؟ ولا مصانع؟ لا فتحت وخلصت. ما شاء الله تبارك الله، والله إنك كفو يا عزوز. كوكب اسم المحل، كوكب المراحل، نجمة أو حفر الباطن. يا سلام يا سلام، والله تحية 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 تحية، يستاهل يستاهل التاجر عزوز. فالك الفوز ما شاء الله تبارك الله. يلا بنشوف شطارتك يا عزوز، وبناخذ المكعب ونشوف ايش حيعطيك المكعب. يلا اعطونا المكعب. طيب عزوز ما طلعت المكعب. عندك تحدي يا حبيبي، جاهز للتحدي؟ جاهز. طيب التحدي يا طويل العمر والسلامة، عندك اللهم صل على محمد، لازم تجيب 10 أسماء، أوكي؟ 10 كثير يا جماعة ولا قليل؟ أوكي. أنا حقول مثلا أحمد، تمام؟ آخر حرف إيش هو؟ دال. دال، تجيب اسم بحرف الدال، أوكي؟ تمام. يلا بسم الله وعلى بركة الله، نقول عبد العزيز. أنا شفت اسم زياد. زياد. دال صح؟ داليا. هند. هند. دال صح؟ إيه. دحمي. يزن. يزن. نسرين. نورة. مبروك لك انت مش معانا. يا سلام. علشان ما يفوتك جديد قنوات المجد للأطفال، لا تنسى الاشتراك في القناة والإعجاب بالمقطع.